بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ام بي سي اكشن ومستمعينا عبر اذاعه ام بي سي اف ام وايضا من يشاهدنا في شاهد في اي بي، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده للتواصل من خلال تويتر عبر الهاشتاج الذي يظهر امامكم على الشاشه، واللي حاب يتواصل معنا في نقطه نظام قول رايك توقعك رسالتك للاعبي الاخضر تحت 23 سنه اللي بيكون النهائي لهم ان شاء الله يوم الاحد القادم. وانا اقول ولما اقول النهائي لهم لانهم ان شاء الله قادرين على تحقيق هذه الكاس الغائبه عن خزائن الكره السعوديه. كل المقومات تقول ان منتخبنا قادر، هو شغله وحيده بس اللي ممكن بتوقف قدامنا انا الارض والجمهور مع المنتخب الاوزبكي في هذه المواجهه. صح يا سامي، ما قدامك الا العافيه. فحصت يرحمك الله. فحصت قل لي يرحمك الله يا اخي، قل لي يرحمك الله. المشاكل سامي. طيب ان شاء الله الارض والجمهور هو الشيء الوحيد اللي بيكون واقف امامنا، لكن ان شاء الله ان احنا قادرين على تجاوز هذه النقطة. أكيد. الله يحييك، الله يحييك، الله يسلمك. حكواتك اليوم النابت نافت وتوي عاطس ويكحكح ويخبط في الكراسي. سامي اليوم مش في المود، الله يعيننا عليه. بس الله يعيننا عليه. شوية زكمة بس ادعوا لي. عبد الله المسند معنا أيضا من الدمام عبر سكايب، حياك الله أبو سليمان. الله يحييك أبو لطيف، أمسي عليك وعلى الزملاء، وحلقة مميزة بإذن الله. ولا تلوم سامي، باقي جولتين وهذه طبعا ارتباك الحسم، اذا قرب الحسم عندك جمال عارف وعندك سامي. لا الدوري صراحة. الدوري الاتحادي خالص، هو يقول الدوري الاتحادي وخالص. سامي فريقين كبيرين، الاتحاد ان حقق فهو يستحق، لان طول الموسم هو اللي يستحق. واللي حقق الهلال فريق كبير الهلال، والهلال دائما في 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 المراكز الاولى، فالفريقين بكل امانه يستحقون. اي هو مستسلم، ما هو متوتر ولا شيء، مستسلم ومسلم ان الامر ان البطوله اتحادية. يا راجل اي مستسلم ذاك اليوم يقول البطوله اتحادية. يا راجل كلام ما شاء الله تبارك الله، انت ما شاء الله دخلت في الصف الثاني. يعني اي صف ثاني؟ هو ذاك اليوم قلت له انت تخدر العالم، قلت له انت تخدر، هو اللي يخدر الاتحادين، هو اللي قالها. صاحب عبد العزيز سلطان بيخدر الاتحادين. تفضل عبد العزيز تفضل. لا ما يخدر الاتحادين، لا تحاول تقلب عليه. بس هو سلطان شويه يعني ميال شويه، يعني اللون الازرق شويه. انا ميال الازرق شويه يعني. نشوف النهائي، نشوف الكاس شوية. مسلمين شويه يعني ميال شويه 60% الازرق عشان يحب سامي. لا مش عشان سامي. الحمد لله ما حد يعرف ميولي. سامي الجابر. سامي الجابر. سامي 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 والله انا رجل، هذا الرجل سامي بالذات انا يعني شهادتي فيه مجروحه. سامي قبل لا يكون لاعب هو اخ وجار وصديق. اي والله والنعم ونعم. فلا تلومني في محبه سامي الجابر. سامي الجابر ايه والله العظيم، لا تلومني في محبه سامي الجابر. انا تعرفت على الرجل هذا والله العظيم من أحسن الناس تعاملا وخلقا وأدبا وقدرة على التعامل مع الآخرين. يعني حتى كونترا طلع بتغريدة للأمانة غريبة، يعني غريبة. أي التغريدة؟ يعني هذا وقت الرجال وليس وقت الأسماء. هذه التغريدة غريبة فيها شيء من ال. ليش ما تأخذ أنها محفزة؟ خلاص انت تشوف كذا. شوف يا ابو، لانك مو انا اللي اشوف، انا ابرر ممكن. لا ما تبرر، لا تبرر، تبرر ما برر له. لا انا برد عليه. لا ما هو تبرير، هذا تغريده فيها كثير من الاشارات. حان الوقت للرجال وليس للاسماء. شوف انت ممكن تقول الكلام هذا يا ابو لطيفه لانك انت ما انت اتحادي، ها؟ لكن اي اتحادي؟ لا انا احب الاتحاد. دقيقه يا ابو لطيفه، يا اخي لطيفه. لا ما انت اتحادي ولا انت عاشق للاتحاد. لا احب الاتحاد. معليش تحب الاتحاد غير الاتحاد العاشقين اللي ما يحبوا وجود. طيب انت عاشق يشوف فريقه اللي يشوفوا فريقهم دائما في القمه، وانك انت لما تخسر في الامتار الاخيره معناه انا في خلل. ابو رزق انا اول واحد ترى لا احد يجي زايد علي في اداره الاتحاد هذه الحاليه دعما ومسانده و تحفيز واتصالات، ولكن لما انا اشعر انه الفريق ينهار، وقبل ما ينهار لا يجي واحد يقول لي والله مو وقته الان، وبعدين بعد ما لو انه لا قدر الله الاتحاد خسر، وان شاء الله عندنا امل باذن الله الاتحاد ياخذ الدوري، لكن لو خسر الاتحاد الدوري وجينا تكلمنا يقول لك يا اخي من زمان اتكلموا مو دحين. يعني كيف يعني نتكلم الان ولا نتكلم؟ عشان كذا انا ما اهتم بهذه الاراء. إيه بس مو لازم لازم ابو عبد العزيز الواحد يكون عاشق للاتحاد عشان يقدم رؤيته الفنيه او نصائحه اللي يشوفها مناسبه او يقول رايه في الحاله. لا لانك انت ما انت عايش وضع الاتحاد. لا انا ما تعايش مع وضع الاتحاد. لا 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 ما تشعر بجيب. اعرف الكثير من امور الاتحاد. ايه بس ما تشعر على الاتحاد. ايه بس ما تشعر بمشاعر الاتحادين. لا اشعر بمشاعر. لا ما تشعر. لا تقول لي تشعر. لا اشعر. ما تشعر. الاتحادي يختلف.
لا أشعر. أي واحد أنت كهلالي مثلا أيوة. أنت كهلالي عندك مشاعر هلالية، تعيش المشاعر هذه وتحتاجها وتعرف كيف وكيف الخفايا وكيف تأثيراتها عليك، صح؟ طيب بما أني أعرف هذه المشاعر أنا ما أخذ نفس هذه المشاعر وأطبقها على الاتحاد، وش الفرق؟ لا كيف؟ لا 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 مشاعر الحب ومشاعر لا لا أنت ما أنت ما عندك أنت قلبين ولا قلب واحد؟ لا عندك وش دخل القلب وبعدين؟ كيف العشق؟ هو رأي لما الواحد يطرح رأيه لا ما يطرح رأيه من تشدد العشق، يطرح رأيه برؤية فنية يرى ما يحدث. أنت دحين تقول الاتحاد سوى وسوى 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 وراح وراح وراح، ترى هذا كله كلام ما ينفع. ما جمهور الاتحاد جمهور الاتحاد هذا واقع، اذا 4 سنين اكثر من الجمهور، اذا 4 سنين في ظل هذا الزخم الكبير والدعم الكبير اللي وجده الاتحاد والعناصر الموجوده وما تحقق بطوله اجل متى يعني جمهور الاتحاد يصبر من 2009؟ انت تبغى بطولات مخدره؟ كيف مخدر؟ انك تاخذ بطوله وعادي تغيب عن برضنا في الكلام هذا كمان 9 سنين برضنا في الكلام هذا ما انا قلت يا انك ترجع للاتحاد انه يكون اتحاد بطل زعيم قاره اسيا مثل ما كان، يا انك ما تخطف بطولات موسم وتغيب 3، لانه هذا كلام بطولات مع كل التقدير والاحترام للانديه هذا الاخرى مثل فيصلي فيحاء تعاون اصبحت سهله على الكل يا حبيبي، لانها مباريات بسيطه. انا اتكلم على شيء قدام عيني حاصل، وانا قبل 3 سنين والاتحاد كان يعاني من الهبوط، قلت السنة الجاية بإذن الله الاتحاد حيكون منافس. جابر سامي الجابر سامي والله أنا رجل، هذا الرجل سامي بالذات أنا يعني شهادتي فيه مجروحة. سامي قبل لا يكون لاعب هو أخ وجار وصديق. أي والله والنعم ونعم. فلا تلومني في محبة سامي الجابر. سامي الجابر إيه والله لا تلومني في محبة سامي الجابر. أنا تعرفت على الرجل هذا والله العظيم من أحسن الناس تعاملا وخلقا وأدبا وقدرة على التعامل مع الآخرين، يعني حتى وإن كنت اتحادي لكنه يعني أنا أشعر فيه كده إنه هذا النجم يعني صراحة للأمانة خلقا أدبا فكرا وتميزا على كل المستويات. سامي الجابر نجم ذكي، نجم يستحق الإشادة دائما سواء مني أنا أو من غيري. وبعدين ترى على فكرة ما هي إضافة لسامي لما أنا أمتدحه ولا شيء، سامي معروف على مستوى العالم العربي وحتى في المونديالات العالمية سامي الجابر نجم كبير ولا أحد يمكن يقلل من مستواه. في نفس الأحوال بس أنا حقيقة يمكن يعني استمعت أمس لحديثكم وكنت مستمتع للأمانة عن سامي وماجد. شوف ماجد عبد الله لاعب مميز هداف بالفطرة، ميزة ماجد تختلف عن ميزة سامي. سامي له مميزات وماجد له مميزات، ولكن في كل الأحوال إحنا ليش نقلل من لاعبتنا يعني مثلا زي مثلا حسن اليامي، حمزة إدريس، لعيبة كبار، هذا بالنسبة للمهاجمين. لكن في المدافعين عندك يعني أساطير في الدفاع، يعني لو جيت مثلا على مستوى تسمحوا لي معي على مستوى السنوات 30 الماضية أو 35 الماضية عندك عبد الرزاق أبو داود، عندك صالح النعيمة نجم، عندك أحمد جميل، هذول نجوم صراحة مدافعين ما يعلى عليهم، يعني أنا عايشتهم ذولا وشفتهم للأمانة نجوم كبار على مستوى عالي. فبالتالي إحنا ليش نقلل من لعبتنا النجوم؟ إحنا بدل ما ندعمهم ونحفزهم ونقول هذول هم نجومنا ونبصم على أنهم مستوياتهم نقلل من مستوياتهم، لا ما يمكن. القمة تتسع للجميع بابعيش. جدا وعشان وبالعكس إحنا نسعد إنه في عندنا لما نتحدث عن نجوم الكرة السعودية إحنا كلنا نكون مبسوطين بغض النظر عن واحد اتحادي ولا هلالي ولا نصراوي ولا أهلاوي، لا كلهم نجوم في كوكب ولا ضير ولا وما في مشكله. لما انت تقول انا والله يعجبني ماجد اكثر من سامي او واحد ثاني يقول لك سامي يعجبني اكثر من سامي، هذه اراء فنيه صحيح يعني صحيح ما نختلف أما أما دون التقليل من الاخر. امتداح طرف لا يعني الاساءه للطرف الاخر، صحيح هذه الشيء لازم الكل يعرفها. ولا الاثنين ترى يعني ماجد وسامي ترى نجوم كبار، صحيح وسامي انا تعاملت مع سامي كثير وتعاملت مع ماجد، لكن سامي يعني يمكن تعامله قريب دائما من الناس، يحب يحتوي يعني مش يحتوي يحب انه هو يتعامل مع الاخرين بطريقه حلوه وجميله. وترى على فكره ما هو هذا لا يعني ان تقليل من ماجد، لا ما يعني لازم الناس يفهمون بس لا كده. انا بالنسبه لي انا اتكلم عن نفسي انا مو يعني انه سامي هو يحتاجنا نحن عشان ندعمه. ترى لما لعب كره القدم في الملعب الناس بتشوف، ها ولا يمكن انك انت كاعلامي انك انت تمتدح مثلا سامي هو مستوى سيء، ما يمكن ما حد يقبل منك
ما حنقبل منك انك انت تمتدح لاعب وكم سوى سيء، يقول لك والله يا ابويا ده ما يفهم كوره. شكرا يا حبيبي، وان شاء الله باذن الله منتخبنا يفرحنا يا رب باذن الله باذن الله. وانا لي له هديه عبد الله المسند من عندي انا. كفو حبيبي يا بلط، اخضر وابيض. لا اعطيه تيشيرت الاتحاد. لا لا بعد الجوله. لا لا المنتخب. لا 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 المنتخب. لا لا شيء اخضر وابيض شعار المنتخب، شيء يليق بالاستاذ عبد الله، وهو شعار بشعار الاخضر والابيض، شعار المملكه العربيه، منتخب المملكه العربيه باذن الله بالله. إيه؟ على اساس هو اللي بيدربه، على اساس هو اللي بيدربه ولا بدربه ولا هو اللي بيجيب الاهداف؟ لا 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 ها كافئ سعد الشهري يعطيك العافيه. بس في نقطه مهمه بقول، انتهى الوقت قول سريع. انا اقول اذا غير الاتحاد، اداره الاتحاد غيرت وعادت للطريقه المثلى الاولى اللي كانت فيها يتعاملوا، طيب نكمل في الاتحاد قوي باذن الله. اما اذا استمر الوضع، الوقت انتهى والله. شكرا، شكرا. نكمل في اكسترا. شكرا لك سامي، شكرا لك ابو لطيف. شكرا موصول لكم مشاهدينا ومستمعينا، غدا ان شاء الله نفس التوقيت في امان الله.